أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء. مع استمرار الحرب لليوم 36 بعد 200 على التوالي، أفادت مصادر إعلامية عالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر قررن السعي مجددا لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين ما بين إسرائيل وحركة حماس. وذكرت مصادر إعلام عبرية أن إسرائيل قدمت مقترحا رسميا للوسطاء يشمل استعدادا لإبداء مرونة بخصوص أعداد المختطفين الإسرائيليين الأحياء الذين تطلب إسرائيل إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، والاستعداد كذلك من أجل التفاوض بشأن هدوء مستدام في قطاع غزة. للحديث عن قضية المختطفين بالذات المختطفين من النقب، ينضم إلينا عبر الزوم الناشط السياسي والاجتماعي دكتور مازن أبو صيام، مسؤول قسم الصحة في مجلس القسوم الإقليمي في النقب. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير لكم والمشاهدين. بداية دكتور مازن أبو صيام، نحن نتحدث عن 4 مختطفين من النقب من يوم 7 أكتوبر، أليس كذلك؟ صحيح، عدد المختطفين كانوا 7 للأسف الشديد، 1 توفي، 2 رجعوا، وصار له 4 من 7 أكتوبر، اللي هم يوسف الزيادنه وابنه حمزة الزيادنه فرحان القاضي ومحمد الأطرش، وهناك مختطف خامس أيضا اللي هو موجود في قبضة حماس منذ عام 2014 اللي هو هشام السيد. طبعا التفاوض على جميع الأسرى. كيف تمر هذه الأيام على عائلات المختطفين وأنت على تواصل مع أقاربهم؟ طبعا بعد 7 شهور من الاختطاف بعض الشيء الأمور شبه عادية، يعني رجعوا للعمل ورجعوا لشغلهم العادي. يعني القضية كانت أول شهر كان صعب الأمر، كان في عائلات القتلى وعائلات المختطفين، ولكن بعد الشهر تقريبا يعني وتعثر الصفقات، يعني هذه الصفقة 7 أو المحادثات للصفقات، يعني كل ما تقترب بعض الشيء تبدأ عند الأسف الشديد بكيلومترات، وهناك يعني قلة جدية وخاصة من الطرفين، يعني مش ليس فقط من الطرف الإسرائيلي، وفي الطرف الإسرائيلي هناك أيضا عوامل سياسية المعروفة للجميع اللي تؤثر على مجريات الأمور وإجراء صفقة يتم فيها إخلاء المختطفين. وللأسف الشديد بنشوف أن كل ما تباعد الأمر يعني يتبين أن هناك أكثر قتلى وهناك ربما تحرير أموات بدل تحرير أحياء، وهذا التخوف الكبير اللي بواجه المواطنين بواجه العائلة. طبعا من بعد الجدار ما يقارب نقترب للشهر 8 أن يكون أبنائهم للأسف الشديد بعد الانتظار ما بين القتلى الشديد. هل تحظى هذه العائلات بمرافقة من قبل سلطات الدولة؟ صحيح، جميع العائلات الأسرى، هناك منسق للجيش يتابع هذا الأمر، ويعني كل ما تجري تقوم هذه الدولة بصفقة أو صفقة بواسطة المصريين أو القطريين أو الأمريكان، يعني بيخبروهم عشان هي قضية زي ما بتقول أكمول لواحد ميت، يعني تهدئة للأعصاب ليس أكثر، يعني عارفين الأمر. كان الامر جدي في الاوائل يعني بعد نهايه الصفقه الاولى، ولكن بنشوف ان بعد الصفقه الاولى الصفقه الثانيه مرت اكثر من 4 شهور، و يعني الامل كل ما فيه بخف عند الناس. يعني شفنا في الفتره الاخيره كان يعني قبل المحادثات لهذا الاسبوع كانت الصفقه قبل الاخيره كانت قرب الانتهاء، و يعني تعثرت في اخر يوم. دكتور مازن، يعني اسمح لي أن أسألك سؤالا عينيا، يعني هل وصل لهذه العائلات أي تأكيد على أن أبنائها على قيد الحياة؟ يعني القصد بعد أن تمت صفقة التبادل السابقة في يوم الصفقة الأولى، يعني اللي كانت بعد 55 يوم من الاختطاف، جميعهم كانوا أحياء، يعني عائلة الزيادة كانوا محجوزين مع بعض، 2 حرروا و2 بقيوا في قبضة حماس، وجميع الأسرى كانوا على قيد الحياة، كان فرحان القاضي وآخرين، وكان في تأكيد من الجيش، ولكن ما بين اليوم 55 إلى 236 طبعا الأمور غامضة جدا، حتى قوات الجيش المعلومات اللي عندهم معلومات ضئيلة جدا، وأي معلومة بتقوم طبعا بإخبار العائلات، ولكن هل هم أحياء أو لا
العلم عند رب العالمين وليس في يد الجيش. يعني الجيش لو عنده معلومات كان قام بتحريرهم، ولكن المعلومات معدومة للكامل. إلى أي مدى تحظى هذه العائلات بتضامن من قبل الأهالي في النقب، خاصة أن فترة يعني المدة التي غابوا بها هي فترة طويلة منذ أن تمت عملية الاختطاف؟ أقول لك الصحيح، للأسف الشديد مجتمعنا العربي بشكل عام والبدوي بشكل خاص في عنده خمول في قضية الحرب وقضية المختطفين. يعني شفنا التضامن مع العائلة في الشهر الأول هو تضامن عادي اجتماعي كعائلة مخطوفين أو حتى عائلات قتلى، ولكن بعد شهر يعني رجعت الأمور إلى طبيعتها. يعني بنشوف حتى اليوم في تضامن من قوات يهودية ومن اليسار الإسرائيلي اللي بيظاهروا أسماء المخطوفين العرب، ولكن قضية اشتراك العرب حتى في المظاهرات بالنداء بتحرير أبنائهم، يعني حتى الضغط على المجتمع الدولي أو المجتمع المحلي لتحرير أبنائهم هي شبه معدومة. يعني في أبناء العائلة المقربين اشتركوا في بعض المظاهرات وربما في مؤتمرات دولية، ولكن هذه تعرف الأمر يتعلق في دولة إسرائيل أكثر ما أنه يكون التأثير خارجي. شفنا الضغط الأمريكي والضغط الأوروبي والضغوط أخرى على دولة إسرائيل لتحرير الأسرى، ولكن يعني زي ما بقول السلطة الأخيرة موجودة في أيدي الحكومة الإسرائيلية وليس في التأثير الخارجي. دكتور مازن أبو صيام، مسؤول قسم الصحة في مجلس القسوم الإقليمي في النقب، كنت معنا عبر تطبيق الزوم ببث حي مباشر، شكرا جزيلا لك. شكرا والسلام للجميع، ونأمل أن يرجعوا لأهليهم في أسرع وقت. نأمل ذلك.